إذن مستمعين اليوم غادي نقترح لكم شوربة باردة بلافوكا يعني لذيذة بزاف، يعني ممكن كتقدم يعني بالمقبلات لأنه ملحة. غادي نحتاجو في المقادير الجوج حبات ديال لافوكا يكونوا كبار يكونوا طريين، ثلاثة المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض، نص سيترو ديال الحليب، غادي نحتاجو تقريبا كاس حتى الكاسونس ديال القشدة الطرية، شوية ديال الملح والإبزار، وربعة القطع ديال الفرماج مربع. هادو هما المقادير، قلنا شوربة باردة بلافوكا غادي نحتاجو في المقادير جوج حتى ثلاثة الحبات ديال لافوكا يكونوا كبار شوية ويكونوا طريين في الحجم ديال، يعني يكونوا طريين رطبين، ما تكونش يعني لافوكا قاصحة أو لا مازال خضرة، ثلاثة المعالق كبار ديال عصير ديال الحامض، نص سيترو ديال الحليب، كاس حتى الكاسونس ديال القشدة الطرية لا كريم فريش، شويه ديال الملح والابزار، وربعة القطع ديال الفرماج مربع. هادو هما المقادير. غادي ناخذوا لافوكا نغسلوها مزيان ونحيدوا ليها القشره ديالها وهذاك نحيدوا لها النواه اكيد، وهذوك يعني اللب ديال لافوكا، هذاك الحبات ديال لافوكا يعني الطريفات غادي نقطعوهم على شكل طريفات ونديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي مع ثلاثة المعالق كبار ديال عصير ديال الحامض مع السيترو ديال الحليب مع كاس ونص تقريبا ديال القشدة الطرية مع شوية ديال الملح والإبزار وربعة القطع ديال الفرماج مربع، وكنضربوا كل شيء في الخلاط الكهربائي وكنحصلوا على خليط اللي هو ثقيل. غادي نعاود، قلنا باش نحضروا شوربة باردة بلافوكا غادي ناخذوا لافوكا نحيدوا ليها القشرة ديالها نحيدوا ليها النواة وهذيك الحبة ديال لافوكا اللي يعني اللي قشرنا غادي نقطعوهم على شكل مربعات ونديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. نضيفوا لهم ثلاثة المعالق كبار ديال عصير ديال الحامض، نضيفوا كاسونس ديال القشدة الطرية لا كريم فريش، نضيفوا السيترو ديال الحليب، نضيفوا شوية ديال الملح والإبزار وربعة القطع ديال الفرماج مربع. غادي نطحنوا كل شيء في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ملي كنطحنوا كل شيء كنحصلوا على خليط اللي هو ثقيل اللي هو عاقد، ومباشرة يعني كنديروهم في كؤوس ديال التقديم. من الافضل هذا الاقتراح يتقدم يعني في كؤوس التقديم، يعني في زليفات او في كيسان باشكال مختلفه او ليفيرين، وكنديروا فيهم هذا الخليط كنحصلوا عليه عاقد. علاش؟ لانه القشدة الطرية كتعقد، وكذلك كنعرفوا انه لافوكا الا درنا لافوكا غالبه على الحليب لانه درنا تقريبا جوج حبات ديال لافوكا اولا ثلاثه الحبات ديال لافوكا مع السيترو ديال الحليب، فهي يعني درنا كميه قليله ديال الحليب ولافوكا كتكون اصلا عاقده. ملي كنديروا كميه قليله ديال الحليب لافوكا يعني غالبه عليها فكتجي يعني خطره كتجي عاقده، بالاضافه انه القشده الطريه يعني حتى هي كتكون يعني ثقيله. وكنديروا نفسهم شويه ديال الملح والابزار كيف قلنا. ملي كنخلطوا هادشي كله كنحصلوا على خليط اللي هو عاقد واللون ديالو خضر بما انه مطحونه فيه لافوكا، وديك الساعه كنديرهم قلنا في كؤوس ديال التقديم وكنديروا فوق منهم نخليهم حتى كيبردوا. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، اما كتقدم هكا يعني موس اللي هي ثقيله وكنزينوها فقط، غير اما بجبن يعني الجبن اللي فيه شويه الملحه كنخلطوه مع الفرماج مربع وكنخلطوهم مزيان حتى كيتخلطوا مزيان. ممكن اننا نطربوهم اولا نبداو نحلوهم مزيان بالفرشيطه حتى كيتخلطوا مزيان، وكندوزوهم في الجيب الحلواني وكنديروا وريضه في الوسط ديال كل يعني كؤوس اللي درنا فيهم هاد لافوكا، هاد الشوربه ديال لافوكا اللي هي بارده كنديروها من الفوق، وكنرشوا فهاديك الوريضه البيضاء كنرشوا اللي درنا فيها الجبن مع الفرماج مربع وخرجناه في الجيب الحلواني على شكل وريضه، كنرشوا بشويه ديال البافو، ممكن نرشوا شويه ديال القشور ديال الحامض، كيف ممكن انكم تخليوها حتى كتبرد. وناخذوا مثلا عندنا واحد القطع كبار شويه ديال القمرون ديال الكروفيت، نشحروهم نقشروهم ونشحروهم مزيان شويه ديال المعلقه ديال الزبده، ملي كيتشحروا كنهزوهم وكنزينوا بهم هذاك الوجه ديال هاد الكؤوس اللي فيهم لافوكا، وكنرشوا بشويه ديال السيبوليت. عندنا مثلا هذاك السيرومي نقطعوا على شكل دوائر، وبنفس الطريقه كنستفوه في الوجه ديالها بما انه يدخل الثلاجه وكتكون عاقده، من هذوك اللي ضفنا ليه في الاخير كتزيين ما كيهبطش في الموس ديال لافوكا كيبقى هكا في الوجه ديالها. كنديروا السيرومي هكا نقطع على شكل دوائر وكنرشوا كذلك بلا سيبوليت، كتعطينا واحد اللون اللي هو يعني متجانس مع الشوربه ديال لافوكا، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم كيفاش بغيتوا تزينوها. نتمنى تجربوا هاد الشوربه بارده بلافوكا، كتجي على شكل اونطري على شكل يعني على شكل يعني ممكن انها تقدم كتكلب بوحدها، ممكن انها لانه هي صراحه كتشبع كتقهم، ممكن انها تقدم هكا حتى في الشلايد الكبار اللي كنقدموا للعائله والحباب والضياف، ممكن اننا نديروا هذا الاقتراح لانه كتجي لذيذه بزاف وبالصحه.